طورت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف إنتاجها من الواقي المكتبي الشفاف في إطار خدمة المجتمع ومواجهة انتشار فيروس كورونا. وعلى جانب آخر، وقعت وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة التموين بروتوكول تعاون لتوفير 400 طن لحوم أضاحي كدفعة أولى لهذا العام. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل. وليد، بعد مساء الخير، أطلعنا على جهود وزارة الأوقاف سواء فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا أو توفير لحوم الأضاحي. بعد مساء الخير عمرو، متابعونا معكم من ديوان عام وزارة الأوقاف ومن داخل غرفة عمليات الوزارة. بالفعل كما ذكر معك عمرو الآن أن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بعد قيامها بإنتاج درع الوجه الواقي الشفاف الثابت والمتحرك، وبعد تطويره وإنتاج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة استخدامها من الشخص مرة أخرى، اليوم الأوقاف تأتي بجديد وهو إنتاج الواقي المكتبي الشفاف. أهمية هذا الدرع عمرو دعنا نقترب منه أكثر مع المهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف عن مدى أهمية هذا الدرع وكذلك كيفية الحصول عليه وأسعار هذا الدرع. مهندس شريف مصطفى رئيس المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، اليوم الأوقاف تأتي بجديد، فما أهمية درع الواقي المكتبي هذا، كذلك التطوير الذي تم على كل منتجات الأوقاف في مواجهة جائحة كورونا؟ هو حضرتك طبعا الواقي المكتبي هو معمول مخصوص عشان طبعا زي ما حضرتك عارف احنا بنضغط على المكاتب بيبقى فيه اشخاص يعني افراد قاعدين زوار بيكونوا قاعدين قدامنا، فبالتالي ما يبقاش فيه يعني اي رذاذ او اي حاجة تقدر توصل من خلال المكتب، فبيبقى الدرع ده يقي من اي رذاذ او اي نقول مثلا تطاير من خلال الكلام او حاجه، فبتحمي الشخص زيه زي الدرع دوت تمام اللي احنا كنا عاملينه، بس ده طبعا بيبقى للمكاتب، بيبقى مثلا الصيدليات، بيبقى للبنوك، بيبقى في ممكن بيبقى في المطاعم، احنا عاملين نموذج بيبقى طويل متر 60 في متر متكرر، يعني ممكن نعمل جنب بعضه عشان ان شاء الله لما المطاعم تبتدي تشتغل تاني. فيعني هو ده جزء من اجزاء الحمايه اللي احنا ابتدينا ان احنا نوفرها حاليا للسوق يعني. وطبعا احنا ده بولي كربونيت، ماده قويه جدا شفافه زي يمكن حتى الكاميرا، انا اعتقد ان ممكن ما تبانش الحدود بتاعتها. احنا عاملين بمقاسات محدده واسعار يعني حاجه زي كده مثلا دي 90 في 65 وفي عندنا متر 20 في 65 بتتباع بالقطعه، غير طبعا عندنا لو في مكان خاص بنقدر ان احنا نحط سعر متر محدد حسب المكان وحسب التركيب يعني. هل بالفعل مهندس شريف تم انتاج هذا الدرع وبدات المجموعه الوطنيه لاستثمارات الاوقاف في توزيعه بالسوق، وما هي اسعار هذا الدرع؟ احنا بنتعامل من خلال المنافذ بتاعتنا دايما ومن خلال الهوت لاين ومن خلال الارقام اللي هي المعلنه على الواتساب، فاي استفسارات واي طلبات بناخدها وبناخد بندي مواعيد تسليم حسب الكميات. في حاجات طبعا بتبقى جاهزه في المنافذ وفي حاجات لو كميات بنقول مثلا تعالى حضرتك استلم بكره او يعني بديهم معاد يعني طبعا يعني نعم عمرو معاك. اما زميلي العزيز عمرو عن توقيع بروتوكول التعاون الذي تم بين وزير الاوقاف دكتور محمد مختار جمعه ووزير التموين الدكتور علي مصلحي لتوفير 400 طن لحوم اضاحي هذا العام، فيسعدنا ان ينضم معنا الان الشيخ جابر طايع للمزيد حول هذا الموضوع. الشيخ جابر طايع، ربما هذا هو العام الخامس على التوالي لمشروع صكوك الاضاحي الذي بالفعل شرعت فيه الاوقاف منذ 5 سنوات، اهميه مشروع صكوك الاضاحي وتوفير لحوم الأضاحي لهذا العام؟ كل عام وحضراتكم بخير. في الحقيقة مشروع صكوك الأضاحي هذا العام الخامس، العام الأول حققنا فيه 38 مليون جنيه، العام الثاني 48 مليون جنيه، العام الثالث 65 مليون جنيه، العام الأخير كان 105 مليون جنيه. هذا العام إن شاء الله نستهدف مثلهم لولا ظروف الجائحة طبعا، ولكن إن شاء الله نعول فيها على ثقافة الشعب المصري
نعول فيها على أن هذا المشروع مشروع قومي يهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل الفقراء والبسطاء، نعول عليه لأنه يتعامل مع البيئة، نظافة للبيئة. هناك مجازر آلية في أسوان وفي أبو سمبل، تقوم وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الأوقاف بأن تستورد الرؤوس الحية ثم تزبعها في الوقت الشرعي، ثم نقوم بتوزيعها على بقية الفقراء المستفيدين من هذا السك. ثمن السك هذا العام 1800 جنيه كالعام الماضي ولا يزيد شيء. لا نحمل السك الأضحية أي أعباء مالية، لا يمكن أبدا أن يكون لديه مصاريف إدارية، ولكن تخرج من يد الغني الموسر إلى يد الفقير المحتاج جميعها، ولا يمكن أبدا أن يستفيد منها آخر. ولذلك نقول هذا مشروع قومي ونعول عليه بإذن الله. كل الشكر لحضرتك الشيخ جابر طيب، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. إذن زميلي عمرو، كانت هذه هي نبذة مباشرة من وزارة الأوقاف، وبالفعل كما أكد الشيخ جابر طايع أن مشروع سكوك الأضاحي يهدف أولا وأخيرا إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية. كذلك الأوقاف تأتي بجديد كل يوم من إنتاج المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف في مواجهة جائحة كورونا. إليك في الأستوديو عمرو. من مقر وزارة الأوقاف مراسل أخبار مصر وليد هيكل، شكرا لك ولضيفيك الكريمين.